الدولة الأموية كانت بحاجة لمجموعة من الروايات والأحاديث لتعبي الناس وتستهويهم وتتبعهم لتوسيع رقعة الإمبراطورية الأموية، فتم وضع الأحاديث التي تتعلق بالسياسة والحرب بالدرجة الأولى. الأحاديث الواردة في فضل الشام أو في فضل معاوية أو في فضل بني أمية عموما هي أحاديث سياسية وضعت وكتبت واختلقت على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أغراض. هذه من الأحاديث المكذوبة التي حتى من جهة أسانيدها فيها ضعف وفيها علل.